أشاد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بجهود الأمم المتحدة ودعمها لإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق السلام والاستقرار بالبلاد. وجدد لدى لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الدعم الميداني أتول كاري حرص الحكومة الانتقالية وجديتها لاستكمال السلام وتحقيق التحول الديمقراطي في السودان. قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو إن البلاد تعيش فترة مفصلية من تاريخها تواجه خلالها تحديات عظيمة لا يمكن تجاوزها إلا بدراسة أسبابها ووضع المعالجات الحقيقية لها. وقال دقلو إن هذا يتطلب توافقا وإجماعا وطنيا نتجاوز به الاحتقان السياسي والضائقة الاقتصادية والغبن الاجتماعي والانفلات الأمني. أكد سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية عادل بشير أهمية الإعلام في خدمة قضايا الوطن وإبراز الدور المهم للسفارة في خدمة أبناء الجالية السودانية بالمملكة. وقال بشير في لقاء مع أعضاء جمعية الصحفيين السودانيين في المملكة إن الإعلام يسهم في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة بين السعودية والسودان وينقلها إلى آفاق أرحب ومجالات أوسع تعود بالنفع والفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين. عقدت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي اجتماعا بألكسندر كازالوف وزير الموارد الطبيعية والبيئية بجمهورية روسيا ورئيس اللجنة الوزارية السودانية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي. وأكد ألكسندر رغبة الشركات الروسية في الاستثمار بالسودان. التقت الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة الخارجية إلهام إبراهيم بأعضاء فريق الخبراء المشكل بموجب قرار مجلس الأمن 1591 بشأن عقوبات دارفور. وتهدف زيارة الوفد لتقييم الأوضاع في دارفور ورفع توصيات إلى مجلس الأمن حتى يتمكن من النظر في إنهاء تفويض لجنة العقوبات وفريق الخبراء التابع لها.